لا انا بختار العراق لانه الجزائر الشعب الفلسطيني بلد المليون شهيد. اي دوله بعد الاردن؟ لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقه جديده على قناتي انا حسام ابو الحاج. بس اليوم مع مين؟ مع حمزه طبعا. حمزه ابو نصر. قناتي تحت. قناتي تحت في الديسكربشن. الديسكربشن. طيب خلينا نلعب التحدي مع بعض. اليوم حبينا نعمل تحدي مع الناس اسمه تحدي الاعلام. كويس. حمزه حيفرجي للناس ست اعلام ويختاروا علم مميز ما بين السته. طبعا الاعلام الجزائر، الاردن، لبنان قصدي، ليبيا، تونس، الاردن، العراق. يا ترى الناس مين العلم المفضل لهم ما بين الست دول هذول؟ مين بتتوقع انت؟ طبعا والله ما بتوقع لانه كل اعلام طبعا خير وبركه، كل الدول خير وبركه. حنسأله بعد ما يختار ليش اخترته. يا عيني عليك. خلينا نبلش الحلقة ونشوف شو راح يصير معنا في الحلقة ونشوف العالم المفضل لكل شخص من الشارع الغزي. إن شاء الله. قبل ما نبلش حلقتنا تنساش تشارك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك وهي قناتي تحت. يلا مع بعض. دائما قناتك تحت يا زلمة. وين فوق. يلا بينا. مرحبا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب. أعرف فيك. حمام طلع عملاق بالكابتن من صراط. أحلى ناس. الله يسعدك يا رب. الله راسي والله. طيب اليوم ايش رايك؟ اول شيء بتعرف تلعب كره ولا بتعرفش؟ طبعا يعين عليك. كره بس واقفين مع الاصابه. يعين عليك. طيب ايش رايك بدل ما نعمل فريق كره نعمل فريق اعلام بين اعلام الدول العربيه؟ حلو، فيش مشكله. بدي افرجيك ست اعلام. حمزه بده يفرجيك. حيفرجيك علمين علمين وتختار علم من كل علمين بدك اياه والعلم اللي بترسى عليه تقول لي ليش رسيت عليه ومين هو. تمام. توقع على حمزة. طيب معك علم الأردن وعلم لبنان. لا الأردن. الأردن. لا الأردن. الأردن. خسرت معنا لبنان للأسف. طيب معك الأردن وليبيا. لا الأردن برضه. صامدين يا أردن. خسرت ليبيا. طيب تونس والأردن. هذه صعبة شوي. بدي الاثنين. بدنا واحد. بدنا واحد. لا بضلنا على الأردن. الأردن صامدة معنا. تونس خسرت. طب العراق ولا تونس؟ لا انا بختار العراق. يعني العراق انسى الموضوع. خسرت معنا الاردن للاسف. الحين وصلنا للنهائي. هذا الخيار صعب. العراق. العراق ولا الجزائر؟ العراق ولا الجزائر. هذا صعب. الاثنين انا بحبهم بصراحه وبس مش انا بختار الجزائر. بختار الجزائر. ليش؟ الجزائر. الجزائر تقريبا يعني هم مشابهين لنا، بحبونا اكثر شيء بصراحه. الشعب الفلسطيني الثاني احنا بنحبهم بنحسهم. الشعب الفلسطيني الثاني. الشعب الفلسطيني الثاني. هم الشعب الفلسطيني الثاني. الحرق عليهم الانتماء وطبعا بلد المليون شهيد. مش كلمتنا الحلوة من قطاع غزة لأهلنا في الجزائر؟ طبعا أهل الجزائر شعب مناضل، شعب كل احترام له. بحييهم كتير. إن شاء الله يعني يكون إنا مودة وراحة ونيجي عليهم ويجوا علينا ونتشرف فيهم بغزة. طبعا تنسى حب الجزائر الأردن والعراق؟ طبعا كل البلاد العربية كل احترام لها كل الحب إلها. بس طبعا كل الحب والإخلاص لبلدي فلسطين فقط هي الحب الكبير. راسي والله. تشرفنا. شكرا. مرحبا. هلاك. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ايش رايك نلعب مع بعض مسابقة الاعلام زي تحدي الكورة؟ بتعرف تلعب كورة ولا شيء؟ لا ماليش على الكورة بس عادي بنلعب تحدي ما في شيء. بدنا نأسس فريق كورة بس عن طريق فريق اعلام. بدي افرجيك ست اعلام. كويس. بدي افرجيك حمزة بدي افرجيك علمين علمين. بدك تختار علم علم، العلم اللي بترسى عليه بدك تقول لي ليش رسيت عليه ومين هو. تمام؟ تمام. بلش يا حمزة. تمام. علم الجزائر وعلم ليبيا. الجزائر أكيد. الجزائر أكيد. الجزائر فازت معنا وليبيا خسرت للأسف. طيب علم الجزائر ولا علم تونس؟ الجزائر برضه. صامدين يا جزائر. بحب الجزائريين. ليش؟ الجزائر ولا العراق؟ الجزائر برضه. عم الجزائر صامدة. طيب الأردن ولا الجزائر؟ الأردن. خسرت معنا الجزائر للأسف. بس برضو يعني الجزائر عيننا وعراسنا بس خلاص الأردن معزة خاصة. ليش بتعز الأردن؟ في نصف نهائي احنا وصلنا للنهائي. الأردن ولا ليبيا ولا لبنان؟ أي دولة بعد الأردن فيش. أي دولة بعد الأردن فيش. ايش؟ أي دولة بعد الأردن لا. يعني فازت معنا الأردن. بالضبط. ليش اخترت الأردن وقنا؟ أول شيء إنه أمي من الأردن
والأردن وفلسطين تقريبا نفس العالم يعني بيختلفش عنه مشي, هو أكبر داعم للشعب الفلسطيني. الجزائر داعمين للفلسطينيين. تمام, بس أنا قلت لك يعني أمي من الأردن بالضبط, يعني اختار بلده وما قصروش معانا الأردنية بالمرة. عمرك رحت على الأردن زرتها يعني؟ رحت 4 مرات. إيش أكثر المناطق اللي بتحبها في الأردن؟ الرصيفة وعمان وربد يعني كذا منطقة. خليه خدنا من غزة نطلع مع ريت الزلمة مش عارفين نطلع من غزة بالضبط, أحلى منطقة يعني فيها العقب. إيش بتوجه كلمة حلوة لملك الأردن عبد الله الثاني هو صحيح؟ صحيح. بتوجه له كلمة حلوة منك ومن أهل غزة؟ انه احنا معاه قلبا وقالبا وبنحب الشعب الاردني كله كافه, وفلسطين والاردن يعني فيش شيء بيفرقهم عن بعض. راس والله وتشرفت حبيبي, ربنا يسعدك. مرحبا, اهلا بيك حبيبي. كيف حالك؟ الحمد لله رب. امورك تمام؟ تمام الحمد لله. شاك نلعب مع بعض لعبه مسابقه الاعلام. توكل الله جاهز. عارف طب ايش هي يعني اللعبه؟ الاعلام. طيب بدنا نسابق بست اعلام, كويس؟ بدي افرجيك ست اعلام, عالمين عالمين, وتختار العالم المميز لك. العالم السادس اللي بترسى عليه بدك تقول لي مين هو وليش اخترته. ماشي توكل. تمام تمام. بلش يا حمزه. تمام, معك علم الاردن وعلم تونس. الاردن طبعا. الاردن تمام. الاردن فازت معنا. حلو. تونس خسرت معنا للاسف يا تونس. طيب الاردن ولا العراق؟ العراق. العراق خسرت معنا يا عراق. يا العراق. العراق. طيب العراق ولا الجزائر؟ العراق برضه. العراق طاج. عراق. العراق. تحب العراقية؟ طيب. تمام. الجزائر للأسف خسرت معنا. طيب العراق ولا ليبيا؟ العراق برضه. لحتى الآن صامضة معنا العراق. العراق وصلت نصف النهائي. طيب العراق ولا ليبيا ولا لبنان؟ برضه العراق. نقول صامده معنا العراق وفازت معنا العراق. طيب اجنان ليش انت وصلت معك المرحله للعراق؟ ليش؟ ايام العراق وقفت معنا في كتير مواقف. ايام ايام صدام حسين. صدام حسين وقف معنا ايام ابو عمار, وقف مع احمد ياسين, وقف مع الشعب الفلسطيني قالب وقالبا. كنا مع بعض اخوه, كتحدي مع بعض اخوه, والحمد لله رب العالمين. ربنا يعني بنضلنا صامدين مع اخينا اخواتنا العراق. كل التحيه لنا في العراق والله يرحم صدام حسين. ايش بتوجه لنا كلمه من قطاع غزه للعراق؟ نوجه كلمه من قطاع غزه لاهل العراق حبيبنا, وكل الاحترام لاهل العراق اللي كانوا معنا في وقت المحنه والزنقه وكل شيء, كانوا معنا في كل شيء. والحمد لله رب العالمين. اهل فلسطين دائما, وبرضه كمان الاعلام التانيات برضه هم اخواننا وحبايبنا وبنحبهم كلهم, الشعب العربي كله. شكرا. من قبل شكرا طبعا انت على تنقيتك العراق. ما هو صدام حسين رمى 39 صاروخ على اسرائيل, قال الزلمه من الوطن العربي يرمي ال 40, اليوم وصل ال 40. مين حقق ال 40 صاروخ؟ غزه. غزه طبعا. كل التحيه يا اخي. الله يسلمك حبيبي. مرحبا. هلا يا ورد, كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله امورك تمام. تمام الحمد لله. الله يسعدك. ايش رايك نلعب مع بعض مسابقه الاعلام, عامله زي دور الكوره, زي نهائي الكوره. حفرجيك ست اعلام, كويس؟ حطلع لك عالمين عالمين, العالم اللي بترسى عليه وبتختاره بده تقول لي ليش اخترته ومين هو. تمام. تمام. نبلش يا حمزه. طيب معك علم ليبيا وعلم لبنان. مين بتنقي فيهم؟ ليبيا. ليبيا فازت سريع. ليبيا وراحت لبنان. طيب ليبيا ولا الجزائر؟ الجزائر. الجزائر. طيب فازت معنا الجزائر وخسرت مين هي؟ ليبيا. تمام. الجزائر ولا العراق؟ الجزائر. صامدين. تنساش المايك. صامدين يا جزائر. خسرت معنا العراق. طيب الجزائر ولا تونس؟ الجزائر. برضو صامدة معنا الجزائر. طيب النهائي الأردن ولا الجزائر؟ الجزائر. فازت معنا الجزائر. الدول اللي فرجيناك إياها كلها بنتشرف إحنا كفلسطينيين إن إحنا نعترف فيهم ونعترف بشعبهم. أنت إيش معنى رسيت على الجزائر؟ الجزائر روحي. الجزائر روحي. يعني عليك هيك الفصل. بلد التاني. طب ما كل البلاد التانية برضو وقفوا معنا وساعدوا. إلها معزة كبيرة الجزائر. طب إيش بتعرف عن دولة الجزائر؟ من أول الدول اللي وقفت مع القضية الفلسطينية, من أول ناس لحتى الآن يعني تطبعات حكومات, مش تطبيعات شعوب, بس حتى الآن الشعب حكومة.
مع الشعب الفلسطيني. يعني بعشق الشعب الفلسطيني وانا بعشقه. شكرا لك. العفو. يلا مرحبا. كل المراهن. كيف حالك؟ الله يسلم حالك. من عنك ان شاء الله تمام؟ تمام الحمد لله. الله يسعدك يا رب. طيب اليوم بدنا نلعب مع بعض لعبة اسمها مسابقة الأعلام. رح نعمل زي دور الكورة، أفرجيك ست أعلام وفرجيك علمين علمين، في الآخر حنسأل على علم واحد. العلم هذا بده تقول ليش رأيك فيه؟ وش بتعرف عنه؟ تمام؟ وليش اخترت؟ تمام. نبدأ حمزة. علم الأردن وعلم العراق. الأردن والعراق. العراق. العراق يا عين عليك. يبقى هذا طلع برا. تمام. علم العراق والعلم تونس برضو. العراق. العراق. شكلك تحب العراقيين ولا ايش؟ فازت معنا العراق. طيب علم العراق والعلم ليبيا. 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 علم ليبيا. طب تمام فازت معنا ليبيا. تمام. علم ليبيا والعلم لبنان. لا لبنان. لبنان. خسرت معنا ليبيا للأسف. طيب ليبيا ولا الجزائر؟ الجزائر طبعا. الجزائر طبعا. الجزائر يعني هذا النهائي. انت فزت انت الجزائر. طيب تأهلت عنا الجزائر للنهائي. ليش اخترت الجزائر؟ فازت الجزائر. معنا فازت الجزائر. ليش انت اخترت الجزائر؟ من العالم حلو. القمر زي القمر. نجمة. بعدين شعب زي شعب الفلسطينيين. قاوموا ثورة المليون شهيد. زي حالاتنا من نزل في الجزائر. يعني انت اخترت الجزائر عشان زينا زيهم ولا عشان حلاوة علمهم؟ حلاوة علمهم زينا زيهم. هذه قوية. طيب يعني الجزائر فازت معنا. كل تحية طبعا للجزائر. تقدم لنا تحية حلوة لأهل الجزائر. تفضل. قدم تحية لأهل الجزائر. كل التحية من فلسطين الحبيبة إلى الجزائر من قرب غالبا. أهل الصمود، أهل التضحية، أهل الفداء، أهل الجزائر، إخواننا في الجزائر. تمام هيك. تحيه لك حبيبي. خلاص يا سلام. طيب مرحبا. مرحبتين. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف فيه كرم حبيبي. قرب شوي. وين كرم حبيبي؟ حبيبي عراسي. طيب ايش رايك نلعب اليوم مع بعض مسابقه الاعلام؟ حفرجيك ست اعلام. تمام. حعرض لك علمين علمين. حمزه حيعرض لك اياهن ونقول لك مين بتختار في كل علم. العلم اللي بتسعى عليه نهائي تقول لي مين هو وليش اخترته. تمام. تمام. نبلش حمزه. يلا معك. العراق وتونس. العراق ولا تونس؟ العراق. العراق على عين. العراق. خسرت تونس. العراق ولا الجزائر؟ الجزائر. مش مجاهد هو مشايخ الجزائر. طيب خسرت معنا العراق. الجزائر ولا للأردن؟ الجزائر برضه. صامدة معنا الجزائر حتى الآن. الأردن خسرت. طيب الجزائر ولا لبنان؟ شوف بنحيي احنا لبنانيين وباللي صار معهم قلبنا معهم بس الجزائر. خسرت معنا لبنان. طيب وصلت للنهائي. ليبيا ولا الجزائر؟ ليش مكر على الجزائر؟ لانه الجزائر الشعب الفلسطيني بلد المليون شهيد. لانه الجزائر الشعب الفلسطيني بلد المليون شهيد. احنا بنعترم الجزائر الشعب الفلسطيني. ايش قدمت الجزائر يعني للشعب الفلسطيني؟ شوف نفس المبادئ. ثاني حاجه خلاص المحبة من الله. هذا الشعب الجزائر. الجزائر اللي تبنته قالت له تعال وجوزت له جيش وبنته وعملت الدولة. وعمار لما أعلم أن الدولة الفلسطينية قام علىنا من الجزائر. هو في عند الجزائر. فهذول شعبنا يعني هذول أهلنا بس. بش بتوجه كلمة حلوة لهنا في الجزائر. إن شاء الله يكون الله في عونهم ويصمدوا وما يطبعوش زي الباقي اللي طبعوا. التحية. خلينا بنشتري التحية. القدس ستبقى عاصمة لفلسطين. وبهيك متابعينا الكرام بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وشفنا مسابقة وتحدي الإعلام مع الجمهور الغزي فلسطين بالتحديد. ايش رأيك يا حمزاوي؟ طبعا اللي اختار الأردن، اللي اختار لبنان، اللي اختار العراق، اللي اختار الجزائر اللي هو اللي بحبه. طبعا كل التحية للدول العربية وكل شعوبهم على راسنا وحكومة. وكل تحية للدول الغير مطبعة مع دولة إسرائيل. ولا أنت شو رأيك حمزاوي؟ طبعا للشعوب وكل شخص من الشعوب الواقف معنا يعني ما ننساش. طبعا كنا مستمتعين بهذه الحلقة مع حمزة. وطبعا زي ما قال في أول الحلقة حلقته في إيش اسمه؟ الديسكريبشن قناتي. المهم بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وإلى لقاء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.